بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، سوف نتكلم عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة تحت حكم العسكر في مصر. لقد ذاقت المرأة المصرية ويلات وانتهاكات صارخة وغير مسبوقة، فلم يحدث في تاريخ مصر الحديثة أن ذاقت المرأة المصرية مثل هذه الانتهاكات. وسنتكلم عن جزء بسيط من كل مما تتعرض له المرأة في مصر. ففي الدقهلية أكثر من 7 معتقلات يتعرضن لأشد الانتهاكات، وهن الطالبات منة الله بلاهي وأبرار العناني ويسرى الخطيب. وهؤلاء يقبعن أكثر من 1.5 سنة في سجون الانقلاب، وقد حكم الانقلاب على منة وأبرار بـ2 سنين، أما يسرى فقد حكم عليها بـ6 سنوات في قضيتين مختلفتين، وتعرضوا لأشد الانتهاكات من الجنائيات والسجانات. فكانت الجنائيات يحكمن عليهن أن يغسلن لهن الملابس، وكانوا أيضا يسكبن المياه الباردة على الأرض في الشتاء ليظلوا واقفين عليها معاقبة لهم. وتعرضن أيضا للعديد من الانتهاكات الجسيمة. أما المعتقلة هبة قشطة التي اعتقلت من الجامعة لأنها كانت تسعف زميلها، فلقد تعرضت لأشد أنواع التعذيب في قسم أول المنصورة، وتحولت قضيتها إلى المحاكمة العسكرية، وما زالت قابعة حتى الآن داخل سجون الانقلاب. وفي مركز منية النصر يوجد 3 معتقلات، وهن رواء منظور وروضة منظور ووالدتهم الأستاذة حسناء. اعتقلوا من بيتهم بدون أي تهم، ثم لفقت لهم قضايا، ومن ثم يتجدد لهم 15 يوم كل مرة. وجدير بالذكر أن زوج الأستاذة حسناء وابنها مطاردين من قبل قوات الأمن، ولا يستطيع أحد أن يذهب لزيارته. أما في مركز أجل فتوجد الأستاذة هالة خليفة أم لـ5 أبناء اعتقلت من بيتها بسبب شكوى ملفقة من بعض أهل القرية، وزوجها معتقلا أيضا. ظلت خلف القضبان ما يقارب 2 شهر، ثم خرجت على ذمة القضية، ثم حكم عليها المجرم أسامة عبد الظاهر عليه من الله ما يستحق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وهي الآن مطاردة من قبل قوات الأمن. ليظل الأطفال الـ5 وحدهم دون عائل، لأن نفس القاضي المجرم حكم على زوجها بالسجن المشدد 5 سنوات وهو داخل المعتقل. فهل يوجد ظلم أكثر من هذا؟ وتوجد أيضا الحرة رندا شعبان، فقد حكم عليها أيضا المجرم أسامة عبد الظاهر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، وهي عندها 4 أطفال، وقد توفي زوجها هذا العام، فأصبح الأطفال بلا عائل، الأب متوفي والأم ملاحقة من قبل قوات أمن الانقلاب. فهذه الانتهاكات التي تحدثنا عنها جزء قليل من كثير لما تتعرض له المرأة المصرية تحت حكم العسكر.